خويا حنا عندنا واحد المشكل اللي البارح هو جاو عندنا السلطات دوزوا هاد الطرونشي هذا صحة بالقوة دوزوا بدون دون سند قانوني كنقول لهم عطيونا الوثائق هذه بلادنا عطيونا وثائق باش غدوزوا نتوما الطريق وهاد الطرونشي هذا هنا غيكون مضار وغتكون طريق عطيونا غير وثيقة كتثبت انك الطريق غدوز غتكبر غتوسيع الطريق توسيعة المدار طرونش غيدوز فيها الريزو الكاخو حنا عندنا هاد الارض فيها نزع الملكية من 92 من عام 1992 وتحكمات المحكمة وما بغاش تخلصنا ودابا ولاو السلطات كيجيو كيمارسو علينا السلطة ديالهم حنا بزاف ديال حنا كاينين بزاف ديال الوراثة حنا البارح منهم خليناهم داو منا ثلاثة اعتقلوا منا البارح ثلاثة واليوم عاوتاني جاو المدار البارح كان كيقول لنا الطرونشي اليوم هما صابحين حنت حضرتي دابا ولينا في مدار اللي غتكون فيه بالوسط ديالو 26 متر 26 متر حنا دابا كيحاكونا كيخليونا كنتواجهوا الشعب مع الشعب علاش هادشي علاش ما يجيش عندنا مسؤول ويريح معنا على الطابله وما كيجيو يدخطوا على الدراوش طالبوا خويا في التعويض ديالنا يعاودوا لنا يعطيونا رزقنا ويعطيونا الاستفاده ديالتنا والله يعاونهم ما باغي يعطيونا الاستفاده ما باغي يعطيونا فلوسنا راه مع 19 عام هادو ولا 20 عام وما خلاو مالناش هادينا فلوس السودان ما بغاش تخلصنا راه ماشي معقول هذا دابا يعطيونا على الاستفاده ديالتنا ويعطيونا رزقنا والله ما نبات فيها ليله